بجدد التحية بحضراتكم. كنت أنتظر الغيرة تأتي من السيد محافظ أسيوط على أمهاتنا الغارمات الذي قبل شيكا ب100,000 جنيه من مؤسسة خيرية إماراتية، وعلقنا قبل الفاصل أنه قيمتنا مش رخيصة أوي كده، وأن احنا مش رخاص أوي، وأن احنا نشكر الشقيق الإماراتي. وكنا ننتظر من السيد محافظ أسيوط أن يعتذر بلباقة مع الشكر للشقيق الإماراتي، لكن الغيرة جت على الأمهات الغارمات من الأم الحاجة ياسمين الخيام التي تواصلت معي أثناء الفاصل وقالت لي أرجو من السيد محافظ أسيوط أنه يبعت لي بكرة مندوب من طرفه عند مؤسسة الحصري الخيرية من بكرة الصبح، هتاخد يا محافظ أسيوط شيك ب100,000 جنيه لأمهاتنا الغارمات في أسيوط. أنتظر من السيد محافظ أسيوط أن يتواصل معنا ويتواصل مع الحاجة ياسمين الخيام، وهيجد شيك ب100,000 جنيه من مؤسسة الحصري الخيرية. أنا قابل هذا الشيك لأنه من بنت بلدي ياسمين الخيام، من أم مصرية إلى أمها المصرية، فده شيك مقبول الدفع، نقبله عن حب وعن كرامة. وأتمنى من كل السادة المسؤولين في مصر أنهم ما يحاولوش يرخصونا قوي كده، لأن مصر كبيرة. النهاردة عايز أقول لكم صدر الحكم في قضية الزميل العزيز نقيب الصحفيين السابق الأستاذ يحيى قلاش والزميلين عمرو بدر وجمال عبد آسف الزميلين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، حيث صدر الحكم عليهم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. وعايز أقول لك إيقاف التنفيذ يعني مباشرة إن الحكم ده ممكن يطبق في أي وقت، يتاخد يحيى قلاش والزميلين مع حفظ الألقاب ويتسجنوا، لو كسروا إشارة مرور وتحولوا للنيابة واتحكم عليهم بالسجن شهر بس، شهر واحد، يروحوا قارين السنة معاه. خلينا نتحدث في الموضوع ده هاتفيا مع الكاتب الصحفي الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق. مساء الفل أستاذ يحيى. مساء الفل أستاذ محمد، أهلا وسهلا. يعني السجن للجدعان. طبعا للجدعان، طبعا للجدعان. استاذ يحيى، كنت يعني لا يجوز طبعا التعليق على احكام القضاء، بس اعتقد ان انت كنت رايح ومتوقع شيء ما، ما الذي كنت توقعته ولم تجده؟ لا انا يعني في من تداعيات القضيه وانا متوقع اي شيء، لانه هو الموضوع كله زي ما انت متابع هو يعني انا في تقديري انه مبني على غير اساس، يعني لا تمت جريمه ولا تهمة. نحن تم التعجيل بمحاكمتنا في قضية هي كلها من نسيج ومن تحريات الأمن الوطني. نعم. الأمن الوطني اللي احنا يعني انا بعتقد انه كان في خصومة مع النقابة، واحنا في بلاغات احنا مقدمينها بنحمله مسؤولية اقتحام النقابة، وتم إهمال بلاغاتنا حتى الآن، وعجل بمحاكمتنا في قضية هي من تحريات الأمن الوطني زي ما انا اشرت. هذا الموضوع كما ذكر الدفاع في حكم أول درجة وفي محكمة جنح مستهدف، هو ده كده حكم تاني درجة، أنت أمامك نقض أليس كذلك؟ بالضبط. فإحنا لأن هو خفف، هو الأول كان سنتين ثم سنة مع الإيقاف، فهو ده الحكم. طب عايز أعرف من حضرتك والسادة المشاهدين عايزين يعرفوا ما هي خطوتك وزميليك القادمة؟ لا طبيعي ان احنا الحكم سيتم نقضه قدام محكمه النقض، وانا على يقين انه سيسقط في محكمه النقض، لانه الاركان الجريمه التي وجهت لينا يعني غير متوفره كما اشار الدفاع في اول درجه وفي ثاني درجه. في مشكله في الصوت استاذ محمد. نعم في مشكله؟ في مشكله في الصوت. كده كويس. لا احنا سامعين حضرتك كويس. فاجراء النقض بس هو المهم اللي انا عايز اشير ليه يا استاذ محمد. نعم. انه الحكم مش في مواجهه اشخاص، يعني احنا كاشخاص احنا قلنا قبل كده ان نعم هي حكم موجه اتشافه لمهنه مثلا. هو لا هو خطورته دلوقتي في ايه؟
خطورة هذا الحكم الذي يجب أن نحاول إسقاطه في النقض أنه هو بيعمل متغير أساسي في ركن ركين من أركان النقابات المهنية. نعم. في علاقتها بأعضائها، لأنه دلوقتي أي نقيب، أنا مش بالنسبة لي ما فيش مشكلة، لكن بالنسبة لأي نقيب أو أي مجلس نقابة، فأي نقابة بما فيها نقابة الصحفيين، على النقيب إذا تم اقتحام مكتبك أو تم اقتحام بيتك وجيت للنقابة قلت شوفوا لي إيه الموضوع، مش هيبقى قدام النقيب إلا أنه لإما يسلمك يا إما يطردك من النقاب. هذا أمر خطير في العمل النقابي لو في الشق الموضوعي لهذا الحكم. طب أنا عاوز أعرف منك النقض ميعاده إمتى وهتقدم الورق إمتى؟ النقض إحنا لما بناخد منطوق الحكم يعني لما خلال يومين أو ثلاثة أيام هنبدأ إجراءات النقض فورا. أنت عارف إن كان في فريق دفاع كبير كان موجود في القضية، فيهم النقيب سامح عاشور وفيهم الدكتور أحمد البرعي الأستاذ عبد المحسن سلامة. الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين قال إنه قرر تشكيل لجنة قانونية على أعلى مستوى لبحث دعم حضرتك وزميلك. لا لا لا، هو مش لدعمي أنا بس، ده لدعم أي نقيب حالي وقادم. هذا لدعم النقابة نفسها. إحنا في ردود فعل من كل النقابات المهنية، لأنه هذا الحكم في شقه الموضوعي بيشكل صفقة خطيرة بتهدد ركن من أركان العمل النقابي في علاقته بأعضائه، وهو ده المهم. نعم. لازم نفهمه. يعني الموضوع ليس يحيى قلاش طبعًا أو جمال طبعًا عبد الرحيم طبعًا أو خالد البلش. يعني أنا ذاهب إلى النقد من أجل نقيب حالي ونقيب قادم وكل النقباء الموجودين. نعم. بتعمل للمستقبل. بالضبط كده. هل قيل لك من محاميك، وده يعني سؤال أخير، اوعى تكسر إشارة أو تصدم عربية ممكن تتسجن شهر فتتحبس السنة اللي... والله يا أصل ده إيقاف التنفيذي يا أستاذ يحيى. أنا يعني في حياتي كلها ما يعني اللي بفعله ما أراه واجبا علي أن أفعله بغض النظر عن التبعات، يعني وربنا هو اللي بيحمي وأشياء كتيرة أخرى يعني. هل أستاذ عبد المحسن سلامة تواصل معك بعد الحكم؟ لا ما تواصلش معايا، لكن يعني أنا مقدر مبادرة المجلس وعدد من الزملاء بعقد اجتماع مجلس نقابة، وزي ما قلت هو الموضوع متعلق ب يعني بالكيان النقابي ومستقبل. زعلان إن عبد المحسن سلامة لم يتواصل معك؟ لا لا أنا مقدر، لا ما لا مش زعلان، مش هقف عند الحاجات دي خالص يعني. كنت تتوقع لكن لم يحدث؟ أتوقع إيه؟ إنه يتواصل معك؟ لا أكيد هنتواصل، أنا مش واقف عند الحكاية دي خالص يعني. نعم. أنا بالعكس أنا يعني بادرت بتهنية عبد المحسن ومقدر اللي وراه، وأنا داعم وسند للنقابة في أي وقت يعني. ما عنديش أنا مشاكل دي بقفش عندها. أنا بشكرك الكاتب الصحفي نقيب الصحفيين السابق الأستاذ يحيى قلاش. حكم صدر وإن شاء الله نقد ونتمنى له الخير في اللي جاي. عايز أقول لكم السياحة كانت المصدر الرئيسي مفروض للعملة الصعبة في مصر، ولحد سنة 2010 السياحة دي يا أخوانا كانت مشغلة ناس كتيرة قوي. الناس دي قعدت في البيوت، وجرى تغيير عدد كبير جدا من الوزراء للسياحة في خلال الست سنوات من 2011 ل 2016. السنة اللي فاتت كان في شغل كبير عملته وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والتنمية السياحية. أنا ما عرفتش الشغل ده، بس لو أنت دخلت على موقع الهيئة العامة للاستعلامات هتلاقي ماذا فعلت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة 2016. نعم؟ ده تقرير حجمه 50 صفحة، تقرير وحياة أبوك يا شيخ، اشرب كوباية الشاي كده ومزمز معايا في اللي جاي. تقرير 50 صفحة A4 قد دي كده ماشي، منشور على موقع الهيئة العامة للاستعلامات عن دور وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة عملت ايه في 2016. هقرا لكم عينة منه. بتقول لك ايه بقى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة عملت ايه؟ الغاء بريطانيا الحظر على السفر الى مدينة شرم الشيخ وعودة الرحلات الى الاقصر، ده انجازات وزارة السياحة في 2016. الغردقة اصبحت الوجهة الافضل للسياح الروس والبريطانيين والالمان. استئناف السياحة اليابانية لمصر بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات. عودة السياحة الأسترالية إلى الأقصر بعد توقف 8 سنوات. شايفين الإنجازات؟
وصول السياحة العربية في شرم الشيخ والغردقة لنسبة مرتفعة، تنصيب الأقصر دوليا مدينة المدن الثقافية وعاصمة السياحة العالمية لعام 2016، فوز مدينة الغردقة كعاصمة للمصايف العربية لعام 2017، فوز مصر بالمركز الثاني كأفضل مقصد في السياحة الثقافية في العالم. مش عايز أقول لك بس حصول الجناح المصري بمعرض سياحة وسفر بلندن على جائزة أفضل لقاءات مهنية، بص 50 صفحة مكتوبة بالشكل ده. الكلام ده إيه؟ السنة اللي فاتت. ده مين مثلا منها استضافة مصر رالي الطائرات القديمة، إطلاق إشارة البدء لانطلاق رالي الفراعنة، إقامة مهرجان للطهاب شرم الشيخ، إقامة مهرجان الفنون والفولكلور الأفرو صيني، بص حاجات كتير أوي. الحاجات دي متكلفة ملايين، الحاجات دي اللي أنا بقولها لك متكلفة ملايين. طيب إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يا شباب في التقرير ولا أقوله؟ في التقرير؟ طيب ده إنجاز وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، 50 صفحة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات عن عام 2016، ده إنجازاته. تعالوا نشوف بقى النتيجة كانت إيه. تراجع هو الأعنف دوليا للسياحة المصرية بين وجهات العالم الرئيسية في العام الماضي، هذا ما أكده تقرير مجلس السياحة والسفر العالمية، والذي رصد انخفاض عائدة السياحة بما يزيد عن 45% لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مقابل ما يزيد عن 140 مليار جنيه في عام 2010. وتراجع عدد السائحين في تلك الفترة من 14 مليون سائحا سنويا إلى حوالي 5 ملايين فقط، وتقلص نصيب السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% مقابل 9% عام 2007. التقرير ذاته أكد أن تراجع السياحة في مصر منذ عام 2010 وصل إلى 80% تقريباً نتيجة عدم الاستقرار السياسي والعمليات الإرهابية، كما كشف عن أن تراجع السياحة المصرية لم تستفد منه أي من دول المنطقة بعد تراجع السياحة التركية هي الأخرى، والتي جاءت بعد مصر في قائمة الخاسرين سياحياً العام الماضي بعد تراجع عائدات أنقرة بنسبة 22%، وكذلك تونس والتي كانت أقل تضرراً بنسبة 2.5% بسبب الإرهاب والأحداث السياسية، في حين كانت أفضل المناطق السياحية نمواً هي جنوب شرق آسيا. فهل يحاول القطاع المصري استعادة ما فقده بخطط حقيقية تعوض ما فاته، أم يتواصل التراجع بكل تأثيراته على الاقتصاد؟ يبقى بعد الإنجازات الكبيرة اللي وصلت لخمسين صفحة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، إنجازات وزارة السياحة والقطاع السياحي الرسمي وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية ورجال العاملين في السياحة، كانت النتيجة أن مصر هي تسجل أسوأ تراجع سياحي بالعالم في العالم في العام 2016. ده عاوز تحقيق برلماني. أنا عايز أعرف البرلمان بيشتغل إيه؟ يعني إحنا عندنا موظفين وملايين اتصرفت وإنجازات عمالة تكتب على موقع الهيئة العامة للاستعلامات على إن القطاع السياحي الرسمي عمل إيه إنجازات، والنتيجة إيه؟ مصر أسوأ مقصد سياحي في 2016 تراجع، هي دي النتيجة؟ طب الملايين دي مش دي أموال يا أخوانا ولا إيه؟ يعني مش دي أموال ميري، أموال عامة ولا إيه؟ مش في حاجة اسمها حساب بالإنجاز؟ يعني أنت بتقولي إن أنت اشتغلت زي الفل، النتيجة إيه؟ يقولي سياح. إذا كنت أنا سجلت كمصر عام 2016 أسوأ مقصد سياحي، سكاي نيوز جايبة لك التقرير ده من يومين، متخيل حضرتك؟ ركز معايا، انت عندك عدد من المسؤولين بيكتبوا كتابه حلوه قوي، عملنا وعملنا وعملنا وعملنا. السؤال اللي بعديه ايه؟ طيب هي النتيجه ايه؟ الفلوس اللي اتصرفت احنا جالنا مقابلها ايه؟ يبقى النتيجه ان احنا اسوأ مقصد سياحي في 2016. يعني وارد انا بقول ده ايه، مش قصدي ان انا اخد الناس دول وحاسبهم وحاكمهم والكلام ده، وارد. انا منتظر من سيد وزير السياحه يحيى راشد يعمل اجتماع عاجل يقول ازاي احنا عملنا كذا والنتيجه بقت كذا،
ازاي انا جبت اعظم مدرب في العالم واشتريت احسن لعيبه في العالم وما خدش الدوري اخسر؟ يبقى اكيد في حاجه غلط. ايه هي الحاجه الغلط؟ الكارثه. عارف ايه الكارثه؟ ان انت تكرر نفس اللي انت عملته في 2016 في 2017 وتنتظر نتيجه اخرى. هي دي الكارثه. تعالوا بقى نروح لفقره السبعه، والنهارده عاملين فقره اتمنى تمتعكم عن اكتر سبع حاجات بيخاف منها المصريين. المصريين عندهم حاجات كتيره بيخافوا منها، وانا واحد مصري زي زيكم بنخاف في حاجات كتيره جدا بيخاف منها. تعالوا نشوف اول حاجه بيخاف منها المصريين ايه. بكره بقى هاجس عند المصريين. صديقي العزيز عالم الطب النفسي الكبير دكتور احمد عكاشه يقول لي ايه؟ ينظر المصريون الى الماضي بحسره وينظرون الى الغد بقلق فيضيع منهم الحاضر. بكره بقى مقلق عندنا تحديدا بعد 2011. ما كانش في مصري يقول لك المثل المصري ايه؟ ما حدش بينام من غير عشاء. بس لا، بكره ممكن تنام انت من غير عشاء. بكره ممكن تلاقي الاسعار زادت. بكره ممكن تلاقي الدولار طاح في الجنيه اكتر ما هو طايح. بكره قلق. بكره اللي بيخليك توقفني في الشارع وتسالني هو احنا رايحين على فين؟ بكره. بكره يعني حاجات كتيره بتقلقنا في البلد دي. ننتظر حد يجاوب لنا على الاسئله دي. تعالوا نروح لتاني حاجه بيخاف منها المصريين النهارده. الحسد. انا اعتقد مفيش حد بالليله من اول ما اتولد الا لما تركبت له خرزه زرقاء تقولش يعني والولد اسمه ايه بقى؟ جعضيد مثلا، وماشي عريان في الشارع بلبوس، ومش عارف امه خايفه عليه من الحسد. اي حاجه حاصله ابنك جايب 51% وخايفه عليه من الحسد، مش عارف ايه، وخايف العروسه يعني لولا عمليات التجميل كانت الدنيا باظت وخايف عليها من الحسد. مش عارف ايه ثقافة الحسد اللي عندنا كمصريين، وخمسة وخميسة والعين فلقت الحجر، واول كل جملة يقول لك الحسد مذكور في القرآن. مذكور في القرآن، بس مش معقولة ان احنا يبقى شعب بالشكل ده. يعني يبقى ليل نهار اي حاجة تحصل انت اتحسدت يا حبيبتي. لا، هي كلت بالليل وتقلت فتعبت ومرضت وجات لها امراض علشان كده. فانما لكن ده مش من الحسد. يعني في واحد طفص كل قد كده فرجع الاكل يقول لك لا اصل انت اتحسد. يعني حسد ايه بقى؟ احنا مفروض نغير الكلام ده في دماغنا. دي تاني حاجه بيخاف من المصريين. تعالوا نشوف تالت حاجه بيخاف من المصريين النهارده. الكمين. بتبقى ماشي كده في امان الله يا باشا وراكب عربيتك، وفجأة تلاقي الأقمع الحمراء واقفة، تبقى قاعد مرعوب. أنا لحد دلوقتي والله بترعب من الكمين، معايا الرخص ومش عارف بسأل نفسي سؤال، طب خايف من إيه؟ يعني هيدفعك الغرام 150 ما ياخدها، إيه يعني؟ يعني بس بقى خوف عند الواحد، أنت ما تعرفش الكمين ده فيه إيه؟ رغم هيبقى فيه ضابط مرور وعسكري مرور ومجند. الكمين لا يزال يشكل هاجس عند المصريين. خايفي؟ وفي أكمنة شرطة ممكن تصطاد مجرمين يعني، بس أنا عايز أقول لك إن مفروض إحنا ما نخافش من الكمين. يعني أنت ماشي سليم، طب خايف ليه؟ طب لو مخطئ يعني هيعمل إيه يعني؟ مش هيسجنك يعني. بس الكمين من الحاجات المصريين بيخافوا منها. تعالوا نشوف رابع حاجة بيخاف منها المصريين النهاردة. الضحك الكتير. الضحك الكتير بيخوف المصريين، واذا ضحكت كتير يقول لك ايه؟ خير اللهم اجعله خير. ما هو خير بس مش انا يعني. يقول لك خير اللهم اجعله خير. طب ليه يعني؟ ما تضحك، ما تنبسط. انت شايف الضحك؟ الضحك يا اخويا بقى عزيز، فاكر لما كنا نقابل بعض ونقول نكت كتيره؟ النكت دي قلت. الضحك من الحاجات اللي المصريين كثره الضحك بتخوفهم. حاجه غريبه يا اخي، شعب غريب يقول لك ملوش كتالوج. يا راجل عيب، اضحك براحتك. طب وانت لما بتعيط ليه ما بتخافش يعني؟ اشمعنى الضحك يعني؟ عند الابتسامه تزعل وتخاف
وعندي الحزن زي الفل. تعالوا نروح لخامس حاجة بيخاف منها المصريين في بلدنا النهاردة. نشرة الأخبار. كلمة عاجل دي اللي بتيجي على الشاشة على طول كده والشريط الأحمر اللي تحت حاجة مفزعة لينا كمواطنين. يا دي النيلة يقول لك بقى في يدي دقي، عاجل انهيار عقار في جاردن سيتي، عاجل سقوط 10 شهداء في وسط سيناء، عاجل 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 تنحي الرئيس الأسبق مبارك، عاجل. وزادت كلمة عاجل في حياتنا منذ 2011 حتى الآن. لكن من الحاجات فعلا اللي بتقل المصريين النهاردة نشرة الأخبار. ما بقتش كده حلوة الإيقاع الراقص بتاع الموسيقار محمد عبد الوهاب، لا بقى حاجة غم داخلها لك مارشات عسكرية كده. بقت مفزوع، الواحد بقى مفزوع من نشرة الأخبار. تعالوا نروح لسادس حاجة كلنا بنشترك فيها كمصريين وبنخاف منها. الضلمة. الضلمة طبعا بتخوفنا، الضلمة المادية. عشان كده طلعت عندنا فكرة الوناسة، لمبة كده 5 شمع أبويا الله يرحمه كان يروح منورها في الطرقة ولا في الصالة، عشان إيه لو إحنا قمنا بالليل ما نتكعبلش ونقع والكلام ده، ولو عايز تدخل الحمام. بس الضلمة بقت في حياتنا في حاجات كتيرة. الضلمة بقت في الجهل، الضلمة بقت إن إحنا بنرفض الرأي الآخر، الضلمة إن إحنا مش عايزين ديمقراطية، الضلمة ما بنسمعش بعض، الضلمة الحنجوري والصوت العالي. الضلمة في حياتنا ما بقتش مجرد ضوء مختفي، بقى ثقافة عندنا ان احنا مش عايزين نكسر الضلمة اللي جوانا وننور جوانا، ننوره سواء بالتعليم او بالعلم او بالحوار او الثقافة. ودي سادس حاجة بنخاف منها كمصريين. تعالوا نشوف اخر حاجة في فقرة النهاردة اللي هي فقرة 7 حاجات بيخاف منها المصريين. ايه الحاجة السابعة؟ والفواتير. بذمتك ودينك يا شيخ وانت قاعد بتتفرج عليا دلوقتي، مش بتترعب لما بتجيلك الفاتورة؟ مش بتترعب لما جرس الباب يضرب وتلاقي محصل الكهرباء قدامك وانت كنت راكن على جنب 150 200 جنيه ولا 300 جنيه وتجيلك الفاتورة ب 700 ولا ب 1000 ولا ب 2000 ولا ب 3000 فاتورة، وتجيلك فاتورة الغاز وفاتورة المية وفاتورة التليفون المحمول. حياتنا كلها بقت فواتير، الحياة كلها بقت فواتير. سابع حاجة احنا بنخاف منها النهاردة هي الفواتير. كل يوم في فاتورة جديدة عمالين ندفعها، فاتورة تعليم العيال، فاتورة الدروس الخصوصية، بص دي كلها فواتير. فاتورة أول الشهر، فاتورة أول الشهر، فواتير فواتير فواتير، فاتورة المصيف، فاتورة الكسوة، فاتورة صيانة السيارة، فاتورة تغيير الكاوتش بتاع العربية. حياتنا كلها بقت فواتير. تعالى أقول لك على حاجة، افتح ظرف كده أو كيس يوم واحد في الشهر وأي فاتورة تجيلك حطها في الظرف ده، وتعالى يوم 30 شوف في كم فاتورة في حياتك. فاتورة مرعبة، ده غير طبعا فاتورة المدام لو طالبة منك حاجة، صح ولا غلط يا أخوانا؟ طيب تعالوا نطلع على فيديو طريف النهاردة نطر الدنيا شوية بعد شوية الكآبة اللي احنا عشناهم مع مدير المدرسة يا عم اللي عمال يرقص، ودكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان شايف قال ان الخطأ علينا، ولا من محافظ أسيوط اللي بيقبل 100,000 جنيه من احدى المؤسسات الخيرية الإماراتية. وأتمنى من السيد محافظ أسيوط ان هو يروح ويكلم الحاجة ياسمين الخيام صباحا وياخد شيك ب 100,000 جنيه لأمهاتنا الغارمات. الفيديو اللي عرضه لكم ده فيديو طريف جدا لأنه متصور. نعم ده فيديو طريف حديقة الحيوان. ده فيديو طريف، دي حديقة حيوان افتراضية في اليابان. اللي انت شايفه دي حاجات افتراضية، انت شايف ده مواطن ياباني شايفه دخل مكان، دي حديقة حيوان افتراضية مش حقيقية. خلي بالك لا في مية ولا في حيوانات. انا عايزكم تشوفوا الفيديو ده، شايف ان شاف طلع لك ايه يعني
والأولاد عمالين يلعبوا وبرق. ده بيحدث في كوكب اليابان النهاردة يا أخوانا. ده نمر طالع أهو، بص وحيد القرن طالع، الله الله الله. والديناصور يعني، والعيال بتلعب. خلي بالك ده حاصل فين؟ في اليابان، كوكب اليابان بيغامر. وانت فجأة بتدخل في جو جليدي وتلاقي مية، يا نهار أبيض. ده ابويا الله يرحمه لما خدني وقال احنا رايحين بكرة حديقة الحيوان، وكنا قاعدين في الشرقية، ما نمتش ليلتي علشان اشوف ادي البطريق اهو، وانت هيطلع عينك تدفع فلوس قد كده. انا قلت لك قبل كده ان البطريق طائر شمال، تخلي بالك وانت بتقرب منه. بس شايف يعني حاجة ممتعة قوي يا اخي، يعني ان انت تروح بقى مش الحديقة الحيوانات التقليدية، الفيل والراجل قاعد او سيد قشطة ويديك البطاطا فلازم تديله جنيه 5 جنيه، لا، حديقة حيوان افتراضية بالكامل. دي موجودة في كوكب اليابان الشقيق، محدش عارف، يمكن يجي يوم من الايام ونلاقي حديقة الحيوان دي موجودة عندنا في مصر. خلونا بقى نختم فقرتنا التانية النهاردة بسؤال اليوم. في سؤال في بالي على طول من زمان، تيجوا نسمعه؟ سؤال اليوم، ليه الدول اللي حوالينا عندها بترول ومصر لأ؟ وحياة أبوك يا شيخ، السؤال ده ما جاش على بالك؟ يعني هو ليه ليبيا عندها بترول؟ ليه السودان اللي تحتينا زارة عندها بترول؟ ليه السعودية رغم القسم المشترك بينه وبينها البحر الأحمر؟ ليه الدول دي كده عندها بترول وإحنا لأ؟ ليه ربنا ما كرمناش على البترول؟ طبعا ما حدش يقول بقى ربنا غضبان علينا والحاجات دي يعني، لكن هو كرم علينا أكيد بحاجات تانية حلوة يعني. من برنامج المصري أفندي 360. بس عايز أقول لكم، أنا سألت صديقي العزيز مهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، فبقول له وإحنا ليه ما عندناش بترول؟ يعني علما بإن ليبيا جنبينا هنا ومصر أهي، فكان لازم يبقى عندنا بترول زيها. ليبيا ربنا يا عم ربنا يديها بتنتج بترول في حدود 50 مليار دولار في السنة. أكيد دول لو عندنا بس كده كانوا ريحونا تماما. فمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق قال لي البترول ده متكون عبر ملايين السنين، وإن البترول لم يتحرك في قشرة أرضية مستوية كده خط مستقيم، لا، ده ممكن مثلا أول مليون سنة مشي كده وبعدين راح نازل كده مثلا على السودان، وبعدين عداك وراح طالع تاني على ليبيا. ده تفسير علمي يتعلق بالقشرة الأرضية كان حكاهولي مهندس أسامة كمال، وفعلا هو سؤال أعتقد عند أذهان ناس كتيرة جدا منكم، ليه ليبيا والسودان والسعودية والكويت عندهم بترول وإحنا لأ؟ عرفتم السبب؟ عرفتم السبب. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل فقرة مهمة جدا عن مترو الأنفاق، ما له وما عليه، وهل فعلا سعر تذكرة مترو الأنفاق لما كانت بجنيه هي الأرخص في العالم، ولا الكلام ده غير حقيقي؟ وهل الاتنين جنيه دي آخر المطاف، ولا هيبقى في زيادة سنوية مستمرة؟ وهل هناك إدارة رشيدة لمترو الأنفاق إنها كان ينبغي لها أن تستغل مساحات موجودة في محطات المترو، تعمل إعلانات المطاعم الوجبات السريعة مثلا إنها تأجر والكلام ده، وتجيب ملايين تنفق بيه على هذا المرفق؟ المهم بعد الفاصل هيشرفني المهندس أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، والأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. وانتظروا فقرة المترو، الفقرة هتكون متاحة أمام حضراتكم للتواصل عبر الهاتف. لو ليكم أي ملاحظات بعد ما ركبتوا المترو في اليومين اللي فاتوا يا ريت تدخلوا تتواصلوا معانا. نطلع فاصل. بعد الفاصل، المهندس أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية لهيئة مترو الأنفاق، يرى عبد الهادي أن زيادة سعر تذكرة المترو ستؤدي إلى ارتفاع إيراد تذاكر مترو الأنفاق إلى 90 مليون جنيه شهرياً، ويقول أن عدد راكبي المترو يومياً يقارب 3 ملايين راكب، وأن الهيئة لم تتلقى أي شكاوى من رفع سعر التذكرة، ويشير إلى أن هناك تذاكر مخفضة لطلاب الجامعات والمدارس والقضاء والصحفيين والشرطة.
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: يرى العسقلاني أن توقيت زيادة أسعار تذكرة المترو إلى جنيهين غير مناسب، ولا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريون، كما يقول أن المواطنين هم دافعو الضرائب للحصول على الخدمات، وليس من المعقول أن يصبحوا البديل لتحويل خسائر شركات الحكومة إلى أرباح. ولفت إلى أن هناك بدائل للحكومة لتعويض خسائر المترو من بعض البنود الأخرى أو دعم الصادرات بهدف التخفيف على المواطنين في ظل موجات الغلاء التي اجتاحت الأسواق بعد تعويم الجنيه.